مشروع دعم الشباب من خلال التعليم، بناء القدرات وخلق فرص عمل بكل الشمال، بضم 550 شاب وشابة أعمارهم بين ال 14 وال 25 سنة، منعلمهم على مهن معجلة مشان تكون عندهم فرص أنهم يشتغلوا بالسوق. عملت دورة كمبيوتر سكيلز مع مؤسسة رينام عوض ممولة من اليوزينسيف. من خلال هيدي الدورة تعلمت كيف بدي أشتغل على الباوربوينت، الوورد، إكسل، ومن خلال هيدي الدورة قدرت أعمل استاج مع مركز، وهيدا الشيء كتير قوي شخصيتي وزاد ثقتي بنفسي. طبعا مشاريعنا ما بتتوقف عند التعليم بس، نحن بعد ما نخلص دورات مع تلاميذ بنفوتهم على محلات ستاج حسب المهنة اللي هن يختاروها، بعد ستاج بنجرب نلاقي لهم مطارح يشتغلوا فيها. انا عملت دورة طبخ بمؤسسة رينام عوض ممونة من يونيسيف، كان دورة كتير ممتازة واستفدنا فيها كتير، يعني في كتير عالم غيري كمان استفادوا فيها واشتغلوا فيها. نحن بهيدي الدورة منجرب نعطيهم كل الأساسيات، ونحن عنا ناس هلأ أكيد موجودة بمطارح عملين الستاج وهي أوريدي توظفت. أنا حالياً بشتغل بفارماسي بمؤسسة دار الزهرة، وصلت لهون من وراء دورة عملوها مؤسسة رينام عوض الممولة من اليونيسيف. أنا من وراء الشغل تعززت ثقتي بنفسي، صار عندي استقلالية أكتر بحالي. طبعاً تلاميذنا عم بيكونوا كتير مبسوطين بالمطارح اللي هني عم يشتغلوا فيها، لأنه بيفوتوا بكل ثقة، بيفوتوا عندهم قدرة يشتغلوا، وأكيد هيدا الشيء نحنا بيعطينا استمرارية وبيعطينا أنه ثقة ونكون نحنا عم نعطي تلاميذ أكتر وأكتر.